جينا هنا للنقطة الأولى بالملف الأخ. The air conditioning load on a building increase of 0.4% design value is used for ما أدري شنو هنا الكلمة، يمكن أعتقد summer outside conditions instead of 1% value for summer. طبعا هاي مقدمة، هاي احفظها، هاي عبارة عن تجارب يكونون يجون يحطوها، اللي هي فقرة هاي مال الأسبوع واحد مال الأوفر ديزاين، اللي هي هاي ما عندك أسبوع واحد يكون أعلى من الديزاين، فأني ما أسوي سالفة التصميم عليها. فالأربعة من المية هي تمثل هاي مالت الأسبوع، فهاي النقطة ترو، هاي النقطة فولس، هاي النقطة اللي هي يقول لك بالنسبة للشتاء تكون أقل القيمة مالتنا بمقدار 0.4%، اللي هي تطلع 99.6 بالضبط بالمية. فهاي النقطة ترو والنقطة اللي وراها فولس، هاي مجرد هيجي تجارب، يعني هي أشياء لأرقام و يعني تحفظها عليها مال الأوفر ديزاين. إذا نقطة الأي والسي هي النترو. نقطة وراها الثانية هاي شرحناها بفيديو الأخ، فما يحتاج أن يكون أعيدها. بعدين وراها النقطة الثالثة، from Ashley Comfort Chart it's observed that lower dry bulb temperatures and high moisture content are recommended for winter. فهنا سعدنا يقول لك انه نكون نخلي درجة حرارة الدراي بلب تمبرتشر بالشتاء تكون القيمة مالتها اقل والهاير مويستشر كونتنت. هاي النقطة طبعا ترو. اولا ليش هاير مويستشر كونتنت؟ لكون انه اكو جفاف، فاني اضيف شوية رطوبة. اما اللور دراي بلب بس راح تقول لي هي باردة، اني ليش اخففها؟ مو هاي شنو، اني اخليها شوية ابرد على مود ما اسوي حمل على الكويل، فخلي الناس مثلا يلبسون ممكن ملابس بس بمقابل انه اني ما اصرف طاقة كهربائية اكبر. فهاي ترو. هاي ايش يقول لك؟ lower dry bulb و lower moisture content. اذا هو جافان شلون خلي بعد جاف اكثر ما ترى. زين بالنسبه لنقطه سي، lower dry bulb temperature and higher moisture content are recommended for summer. هنا بالنسبه للسمر يقول لك اخلي درجه الحراره ابرد واخلي higher moisture content. هاي فولس. الصحيحه منو هي الدي. ليش؟ يعني يقول لك higher dry bulb انه اني اخلي درجه الحراره شويه اعلى، خلي لبسون الناس نصردين ما يخالف، على مود انه اني على حساب الطاقه الكهربائيه، وخلي higher moisture content اللي هو انه اني اخلي شويه رطوبه اعلى على مود اسوي هم فقره مال تصرفيات الكهرباء. هي باو عين نقطة تلاعبية، انه احيانا تكون higher moisture content واحيانا تكون lower. فاذا حط لك اياها هي هنا حط higher وهي حط higher، اذا هاي لقيتها lower اتخذها هي lower، اذا لقيتها higher حطها higher عادي. لان هنا انه انت يعني ما اعرف، هاي فقرة تعتمد على الدولة، ما كل اللي اقدر اقول لك اياها هي تعتمد على الدولة. يعني احنا صدفة انه احنا بالعراق صح يقول لك حار جاف صيفا بارد ممطر شتاء، بس احنا هاي فقرة ما قاعدة تنطبق دائما. يعني هسه احنا عندنا صيف وشتاء جاف، هنا شو تسوي انت؟ فتغيرت على مر السنوات، يعني ما بقت نفس ما هي. فلكل دولة لها حالتها، فمين جايب هاي النقطة من يا مصدر هاي تعتمد عليها، اللي يا دولة قاعد يحكي هاي تعتمد عليها، فما أقدر أقول لك شيء عنها. بس هاي النقطة بصورة عامة ترو، نقدر نعتبرها كون أصح من القبلها. زين نقطة رابعة، the external and internal buildings load consist of external loads consist of only sensible components whereas internal loads consist of both sensible and latent components. اللي هو يقول لك بالنسبة للأحمال مالت المبنى يكون الخارجي، الحمل الخارجي اللي موجود هو راح يكون simple components only، وبالنسبة للحمل الداخلي اللي هو internals راح يقول لك يحوي على حمل sensible و latent. هاي النقطة طبعا false، لأن المنطقة الخارجية هي مو تعتبر فقط sensible، لا هي بيها latent. النقطة اللي وراها، both external and internal loads consist of sensible as well as latent components، اللي هو يحوي على sensible و latent، حمل الخارجي والداخلي، وهاي ترو. النقطة اللي وراها، fabric heat gain consist of both sensible and latent components، اللي هو الفابريك واللي هو خلينا نقول مثل الألياف، يعني اللي هي تكون يحوي على sensible و latent، والألياف هي ما تعبر، يعني سالفة أصلا هي latent. فإذا هاي النقطة فوص. النقطة اللي وراها اللي هي heat transfer due to occupancy consist of sensible components، اللي هي انتقال الحرارة بالنسبة للأشخاص هو يحوي على sensible. هاي النقطة فوص لأن هو يحوي على sensible و latent. فهنا طبعا بالنسبة للفابريك ترى هو يقصد النسيج، يعني هو أصلا الدكت هو مصنوع من معادن، فلو كان نسيج فهو ما يعبر latent، هو يعبر فقط sensible. وهاي بالنسبة للأشخاص اللي هي sensible و latent. النقطة اللي وراها اللي هي النقطة الخامسة، سنجي عندنا هنا للنقطة الخامسة اللي هي the velocity range of air required for comfortable cooling propose، اللي هو سرعة الهواء المناسبة للحصول على الراحة الحرارية هي من 20 إلى 50 كقيمة، اللي هي قد تطلع تقريبا من 0.1 إلى نص متر. هاي شنو؟ هاي أنا حولتها من الـ FPM للـ متر على سكند كتحويل وحدات. شلون حولتها؟ قسمتها على أو ضربتها في 0.00508 هاي كتحويل لها. زين اذا كان اندستريال، يعني قال لك هذا صناعي، فتعبر القيمه لل 50، يعني هاي كرينجات عالميه. النقطه اللي وراها اللي هي يقول لك which of the following statement is true for the window air conditioner،
اللي هو بالويندو اير كونديشنر يقول لك the first part can be located anywhere the room where with a decorative display. يعني الويندو اير كونديشنر اللي هو الويندو تايب يعني هو يعتبر ضمن الديكور مال المكان. هذا فولس طبعا، لا هو شكله محلو اصلا. زين يعني هو هذا شنو الويندو تايب؟ ويندو تايب هو هذا الشكل القديم الاير كونديشنر القديم بين قوسين، حتى جماليه ما بي. زين نقطة بي no compressor noise and vibration in the room. لا أصلا غلط، وصوته كلش عالي وأصلا مزعج. نقطة السي no window opening and fixing needed. هاي هم فولس، لأن هو أصلا يراد له صيانة ويراد له تثبيت على الـ يعني هو شايفه تمين ينحط بالشباك، يراد له مساحة خاصة ويراد له ترتيبات هواي. none of above هاي فولس، يعني قصدي هاي ترو، هي هاي اللي ترو يعني ولا واحدة من ذني صحيحات. زين النقطة اللي وراها اللي هي يقول لك an air handling unit convey air between conditioned space and the plant. اللي هو يقول لك ال air handling unit يكون يعمل على تبادل ما بين ال space وال plant. سيدنا هنا النقطة الثامنة اللي هي يقول an air handling unit convey air between conditioned space and the plant. اللي هو ال air handling unit يربط ما بين يعني الحيز اللي موجود الحيز الخارجي. هاي نقطة طبعا ترو، أكيد إن هو يسوي عملية تبادل حراري بيناتهم. وبالنسبة للنقطة بي an air handling unit consists of supply and return air fans، اللي هو يحوي على supply و return كمراوح، وهاي هم أكيد لأن هو أصلا يأخذ هواء ويبرده ويرجعه وهكذا ويجيب فريش وذني الأمور. زين the fan used in an air conditioning system consumes a large amount of power، اللي هي تصرف power هواية، لأن أنا أصلا دا أنطي هواء معين بسرعة معينة لمسافة مطلوبة وتكون مستمرة، فأكيد يعني هو يصرف فورة هواي. إذن الجواب all of above. وراها عندنا النقطة العاشرة اللي هي عبارة عن مسألة. طبعا هاي مسألة بس راح أشرحها بصورة سريعة يعني لين شوية نمط مالتها غريب. اللي هي عندنا خاصيتين نكون نسقطها على الشارت ونطلع من خلالها الH، وراها أضربها بالسي في مالت الهواء والM dot مالت الهواء اللي موجودة عندنا، اللي هي أطلعها يعني كقيمة، يعني اضربها بالسي في واضربها بالام دوت. ام دوت شلون اطلعها؟ اللي هي الفي في الرو، اضربها بالسي مالتها راح يكون يطلع الكولينج فاكتور، يعني اضربها بالسي في مالتها. هي شلون كانت سي في في، يعني راح اعيدها شويه خف صارت خبصه، اسقط على الشارت اطلع الاتش، اضرب بالسي في مالت الهواء الام دوت. الام دوت شلون اطلعها؟ هي الرو في الفي، ومن اضربها بالسي في راح يطلع لي الكولينج كاباسيتي، وعندي 500 منطيني اياها بالسؤال. والدلتا تي اللي هي مالت المي قيمتها 10 راح يطلع لي الجالون بير مينيت، واحول الوحدات مالتها. وحدات شلون تصير؟ اللي هي التحويل كل 2.4 تكافئ طن من التبريد، يعني 2.4 من الجالون بير مينيت راح يكافئ طن واحد من التبريد.